نور، نهاركم طيب. مرحبا بالناس الكل. يوم الاثنين 25 فيفرين نتقابلوا معاكم العشاء متاع الصباح كما كل يوم في تونس. هذا هو برنامجنا اللي تقترح عليكم القناة الوطنية، واحنا بدورنا نقترح عليكم مجموعة من المواضيع. اليوم نحكيو ديكور ونحكيو موضة في فقراتنا القارة ان شاء الله حتى النصف النهار، وكيف كيف زوز مواضيع مهمة نحكيو عليها، ونكونوا زادة موجودين في ربط مباشر من الكيف مع زميلنا حسن الكريمي اللي معاه هو باش نشوفوا اخر الاستعدادات، ونحكيو على تظاهرة المسرح وشنو الفضاء اللي باش يستقبل التظاهرة هذه الكبيرة في ظل أنه الفضاء الحالي فيه برشا مشاكل تو نحكيو عليها بعد بأكثر تفاصيل. كما قلنا زوز مواضيع مهمة اليوم نحكيو مع اتحاد الفلاحين وصيد البحري على برشا مواضيع. نحكيو على اتفاقية لاليكا، نحكيو على الزيادة اللي الناس الكل تحكي عليها في التيمام، برشا مواضيع أخرى وخاصة على وضع الفلاحين اليوم وكيفاش عداوا الويكاند الصعيب هذية بأحوال جوية تتخلينا اليوم نعاودوا نشوفوا شنو الخسائر اللي صار عليها للحديث. نحكيو زادة كيف كيف على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، نحكيو على ستيغ صار عليها زادة كيف كيف الأسبوع اللي فات برشا كلام، وضعية مادية صعيبة مهددة بالإفلاس، نفهموا الصحيح والغلط اليوم مع ضيفنا سي منيرة الغابري اللي باش يكون معنا إن شاء الله في الجزء الأخير من برنامجنا. كما تعودتوا البداية تكون بالأكتواليتي بأحوال الطقس مع ليكيب نتاعنا محرز حسام وكوثر اللي حاضرين كيما كل صبحية. صباح النور محرز، نهارك زين. صباح النور، مرحبا بك. نهارك زين كوثر. صباح النور، يومك سعيد. نهاركم طيب. نبداو بأحوال الطقس محرز، تفضل. صحيح، انا باش نكمل ممكن من نفس النقطه اللي انت كنت تحكي عليها واللي هي التقلبات الجويه شديده الفاعليه اللي ميزت نهايه الاسبوع. نحكيو على رياح عاتيه واللي جاوزت سرعتها ل 100 كيلومتر في الساعه بالمناطق الساحليه الشرقيه اساسا، هذاك علاش خسائر بالجمله فيما يخص ممكن الملاحه والصيد البحري. رينا تداول عدد من الاخبار خلال نهايه الاسبوع على شبكه التواصل الاجتماعي تقريبا فيما يخص العطايه من جزر قرقنه في اقصى شمال جزر قرقنه. نحكيو على خسائر فيما يخص عدد الزوارق وتحطيم عدد من القوارب من بين 70 حتى 90 قارب كيف كيف حتى في ميناء المنستير. بالنسبه للبيوت المكيفه فيما يخص ولايه المهديه كيف كيف خسائر في الصابه، خسائر كبيره في الصابه نتيجه ممكن لهبوب الرياح القويه اللي كما كنا نحكي، وهذا ممكن المحرك الاساسي لهبوب الرياح هذه هو منخفض عميق ونشيط جدا ساهم هو في هبوب رياح قوية على بلادنا، إنما أيضا اضطراب الأجواء مش بعيد برشا على تونس. نحكيه على ليبيا تساقط الثلوج وهذا ممكن مؤشر على قوة التقلبات الجوية وارتفاع منسوب المياه والأودية في العديد من المدن الليبية. ممكن انطلاقة الأسبوع هذه امتازت بصحو نسبي، رينا فما شوية شمس احنا مع انطلاقة النهار، إنما هو هذه هدوء نسبي وهدوء يحمل في طياته تواصل ممكن فاعلي التقلبات الجوية مع مطلع الأسبوع هذا. نحكيه أيضا على تراجع درجات الحرارة، تقريبا أجواء مغايرة تماما لانطلاقة الأسبوع الفارط، تقريبا نزلت درجات الحرارة مع انطلاقة نهار اليوم إلى دون 10 درجات بالعديد من الجهات، ونحكيه على تسجيل درجة تحت الصفر بتالا في تمام الساعة 7 صباحا، لكن نجم نقوله ما هي إلا البداية. علاش؟ على خاطر مازلنا معنيين بتواصل فاعلي التقلبات الجوية، بتواصل تدافع الكتل الهوائية الباردة، والانطلاقة تكون كالعادة من خلال صورة القمر الاصطناعي الموجودة في الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. تقريبا كما كنت نحكي ممكن يميز حالة السماء والوضع الجوي هو تواصل تراكم السحب في مناطق الجنوب الشرقي لبلادنا واللي هي سحب رعدية، ذلك علاش مؤشرات الأمطار ما زالت متواصلة. هو صحيح اللي كنا معنيين بنزول الأمطار مش بفعالية كبيرة خلال نهاية الأسبوع، هذا أعلى كمية الأمطار كانت 33 ملم في ولاية المنستير، أما كما كنت نحكي ما زلنا معنيين بمؤشرات عدم الاستقرار وتواصل الاضطرابات الجوية. ممكن ظهور بعض السحب اللي تكون أحيانا كثيفة في مناطق الشمال الغربي، إنما ممكن الصحو هذا وتراجع فاعلية الرياح نسبيا المستوى 70 كم في الساعة يحمل في طياته مؤشرات التغييرات بالجملة خلال الساعات القادمة. وباش نشوفوا ممكن مسببات الاضطرابات الجوية من خلال الخريطة الموالية واللي هو السيناريو مرتقب بداية من الليلة القادمة. السيناريو يرسمون النموذج الأمريكي، وتقريبا كيف ما نجموا نشوفوا اللون الأخضر يرمز إلى كتلة هوائية باردة نسبيا وشديدة البرودة واللي هي قادمة أساسا من أوروبا الشرقية امتداد لكتل هوائية سيبيرية المنشأ، هذاك علاش نحكيه على عودة المواصفات الشتوية بداية من الليلة. ثلوج في المرتفعات الغربية، الأمطار في أغلب مناطق البلاد، وهذا ممكن الجانب اللي احنا نثمنوه مع اللحظات الأخيرة لفصل الشتاء، وأيضا هبوب رياح القوية اللي مازالت تطلب منا نصيب من اليقظة خاصة بالمناطق الساحلية، وتقريبا سرعتها باش توصل مستوى 70 كم في الساعة، هذاك علاش النشرات الجوية تحت
تحذيريه. بالنسبه للمياه الصيد البحري ما زالت سارية المفعول باعتبار انه البحر هائج الى شديد الاضطراب بكافه المجالات البحريه. ناخذوا فكره على درجات الحراره القصوى المتوقعه باغلب ولايات البلاد، وكما كنت تحكي معنيين بتراجع نسبي في درجات الحراره، تقريبا الحراره القصوى باش تكون في مستوى ال 14 درجه بتونس الكبرى، كيف في جهه الوطن القبلي نتوقعوا تسجيل 14 في زغوان، 13 درجه ببنزرت. بالنسبه لمناطق الشمال الغربي فنتوقع باش تنزل الحراره مستوى 10 درجات بالكاف وبسليانه، 12 درجه ببيزه، 13 بجندوبه، 9 درجات ممكن بتالس، 16 بالقيروان، 14 بسوسه، بالمنستير، بالمهديه، بعاصمه الجنوب صفاقس وخرقنا تقريبا في نفس المستوى، وايضا في مناطق الجنوب الشرقي باش نكونوا معنيين بتراجع درجه الحراره مستوى 12 في مدنين، وممكن اعلى ارقام درجه الحراره باش تكون في مستوى 19 درجه في مناطق الجنوب الغربي. تطور الوضع الجوي بالنسبه ليوم الغد وما بعد يوم الغد، نلاحظوا مع بعضنا المؤشرات الشتويه، تساقط البرد ايضا في اماكن محدوده، الامطار في اغلب مناطق البلاد، وتراجع درجات الحراره القصوى الى ما دون 6 درجات بالمرتفعات الغربيه لبلادنا، ارقام ان شاء الله باش تكون ما بين 11 ل 15 ببقيه الجهات. فيما يخص الجانب الحركي، الرياح باش تكون نشطه نسبيا الى قويه قرب سواحل ومعتده داخل البلاد، البحر يكون شديد الاضطراب الى مضطرب بالشمال ومضطرب ببقيه المجالات البحريه، اما مرور التقلبات الجويه هذه باش تكون مرور سريع نسبيا، هذاك علاش عوده الدفء بصفه تدريجيه، ممكن ارتفاع طفيف في درجات الحراره بدايه من يوم الاربعاء واللي يمثل بالرجوع للتقويم الفلاحي، نزول جمره الماء، انما ان شاء الله الصحوه هذه والاستقرار باش يكون واضح وجلي خلال يوم الخميس القادم، ومبدئيا باش يمتد الى نهايه الاسبوع. هذه قراءتنا الاوليه وفق المعطيات الاوليه، وضعيه جويه صحيح تحمل في طياتها مؤشرات الامطار، ما نردوا بالنا من تراجع درجات الحراره، الملامح الشتويه كما كنت نحكي، وتلقاو كل التحينات على قنوات الاتصال الخاصه بالمعهد الوطني للرصد الجوي، بالتلفزه الوطنيه، ومداخلتنا اليوم تلقاوها كالعاده في صفحه البرنامج في تونس. شكرا لك محرز، يعطيك الصحه. كما قلت صفحه البرنامج على ذمه الناس الكل حتى يعاودوا يشوفوا احوال الطقس وياخذوا فكره من خلال المداخله نتاع زميلنا محرز. يلتحق بنا حسام ومعه هو ناخذوا شنو اللي صاير في مواقع التواصل الاجتماعي وشنو الحديث في الويكاند اللي تعدى، لكن قبله هو كوثر كما كل يوم ناخذوا ابرز عناوين الصحف. صباح النور حسام، مرحبا بك. صباح النور، مرحبا. نهارك طيب. كوثر، ش عندنا حديث في الجرايد؟ مرحبا بك فتن. مرحبا. من جديد، نهايه اسبوع كانت هادئه نسبيا خاصه فيما يتعلق بالمواضيع السياسيه، وربما اكثر خبر سياسي دار هو استقاله سليم الرياحي من الامانه العامه لحزب نداء تونس. السؤال طول مطروح، ما هي الوجهه الجديده لسليم الرياحي وما هي الواجهه الجديده للامانه العامه لحزب نداء تونس؟ ذاك ذي باش نتبعوه بطبيعه الحال في قادم الايام. هو باش يرجع لتونس سليم الرياحي؟ هذا مازال الحديث، فوالا هكا ديما السؤال يبقى مطروح خاصه مع القضايا اللي تلاحقوا، واللي هو يعتبر اللي هو فما محاوله من الانتقام السياسي منه هو. على كل حال سنعود لمتابعه هذا الموضوع في قادم الايام. ايضا نهايه الاسبوع تميزت بالحديث على الترفيع في نسبه الفائده المديريه، وفي موضوع اخر يهم اشغال مجلس نواب الشعب اللي منهمك منذ فتره في النظر في مشروع تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء واللي تقدمت به الحكومه، والذي يهم اساسا العتبه الانتخابيه من خلال الترفيع فيها من 3 إلى 5%. العتبه الانتخابيه محل حديث برشا صحف وعناوين الكترونيه زاده، وفي هذا الصدد تكتب جريده الصباح تقول قبه البرلمان من العتبه الانتخابيه الى مازق الفائده المديريه، جوله جديده من الشعبويه والمداخلات الاستعراضيه. والمقال اشار الى تصريح من قبل شق الجبهه الشعبيه واللي اعتبر الترفيع في العتبه الهدف منه تكوين معارضه على المقاس، كما ترى عديد الاطراف الرافضه لهذا التنقيح ان هناك نيه لاقصاء الاحزاب الصغيره وحتى بعض الاحزاب الكبيره. هذا الموضوع هو الشغل الشاغل للسياسيين في الفتره القادمه وحتى في المرحله الراهنه، ولكن المقال اشار الى نواب سوق دلال وتفتت النداء، واشار الى ان الترفيع في العتبه الانتخابيه في مثل هذا الوقت بالذات هو تعويم للعديد من القضايا والمسائل الجوهريه. وفيما يخص الترفيع في الفائده المديريه، المقال يقول البنك المركزي يحذر الحكومه والخبراء لهم راي اخر، وسياسه المخاتله نتيجتها التضخم والتدين. هذا اهم ما جاء في المقال. وفي متابعات اشغال مجلس نواب الشعب، باش نمشي لموضوع اخر حكينا عليه في الايامات اللي فاتوا، اللي هي المراهنه على السياحه الاستشفائيه، السياحه العلاجيه اللي كان زاد اشار لها وزير السياحه مؤخرا في لقاء في باريس. رهان جديد هو السياحه العلاجيه والا السياحه الاستشفائيه. الشروق تحلل الموضوع هذايا وتورد كيف العاده مجموعه من الارقام، والمقال عنونته كالتالي: تحتل المرتبه الثانيه عالميا وتوفر 1200 مليار من العمله الصعبه سنويا السياحه العلاجيه
هي كنزنا الضائع. لهنا المقال حكى على 500,000 هو عدد سياح الوافدين على تونس للعلاج، و1200 مليار هو دخل السياحة العلاجية في تونس خلال 2018، و46% نسبة مداخيل السياحة العلاجية من جملة المداخيل الجملية للسياحة في تونس، تقريبا النصف. رهان يفرض علينا أن الناس الكل نشاركوا فيه، خاصة من حيث أفاق الشغل ومواطن الشغل اللي نجم يفتحها. على كل حال يبقى تبقى السياحة العلاجية سياحة جاذبة تحتاج للعناية حسب ما ورد في المقال بطبيعة الحال. وإن شاء الله إذا كان فما رهان على استقبال 9 ملايين سائح في موسم 2019، علاش ليه ما يكونش الرهان أكبر على السياحة العلاجية اللي باش تتواصل حتى في الشتاء وفي باقي المواسم والفترات، ما تكونش فقط على حكر على موسم الصيف. صحيح. موضوع آخر الحقيقة ربما خطوة إيجابية هكا، وهذا ما ثمنوه الفاعلين والصناعيين. لهنا نحكيه على إمضاء الميثاق القطاعي للنسيج والملابس، 50,000 موطن شغل إضافي في أفق 2023. الموضوع هذا تابعته جريدة البيان، ونحكيه على مخطط لإنعاش قطاع النسيج والملابس في إطار شراكة بين القطاعين، أعده القطاعين العام والخاص بطبيعة الحال للفترة 2019-2023. كما قلت لك الخطوة إيجابية وناجحة وثمنوها المهنيين على غرار رئيس الاتحاد اتحاد الصناعه سمير ماجول. ما نجم نقولوا كان بالحق عوده الروح لقطاع النسيج اللي عانى منذ سنوات من العديد من المشاكل. ان شاء الله يا رب تكون هذه البدايه نحو انتعاش القطاع، ومره اخرى نحكيوا علاش ليه تونس سوق للنسيج وتستقطب المواطنين ونوع جديد زاده حتى من السياحه. احنا وقت اللي نقولوا 50,000 معناها يمكن يظهر رقم مهم، لكن يظهر لي الحقيقه الحاجيات اليوم نتاع القطاع أكثر من 50,000، لأن وقت اللي استقبلنا معناها ممثل على قطاع النسيج في جهة الساحل الأرقام معناها 50,000 ويقول لك حالا احنا مستعدين أن نقبلوهم لأنه نقصين برشا يد عاملة. أما هنا نحكيه على 50,000 من هوني حتى 2023 تقريبا 4 سنوات أو أكثر شوية، يعتبر رقم ماهوش كبير. يمكن الآخر أحسب بالطريقة مباشرة غير مباشرة نتصور. هو احنا نثمنوا الحقيقة الاهتمام هذايا بالقطاع، لكن ما ننساوش اللي مئات الشركات والمؤسسات في مجال النسيج وقطاع النسيج سكرت، برشا من العاملين والصناعيين غادروا المهنه هذه، وزاد نحكيوا على الاف مواطن شغل اللي فقدت. دونك 50,000 مالها الا خطوه معناها اولى، وان شاء الله نحو تطوير القطاع اللي انت اشرت يا فاتن على طلب اليد العامله اللي هي مش متوفره بالكل. الناس ما عادش تحب تخدم في قطاع النسيج. فما الرغبه وفما الاختصاص معناها زاد كيف دونك حاشين يمكن التكوين الجامعي مطلوب انه نراجعوا شويه حكايه التوجيه والاختصاصات اللي مطروحه اليوم ديزاينر معناتها والستيليست وكل شيء، وزاد فما حتى اليد العامله للمسيده بالنسبه للتكوين من بعد، وكل كله مربوط ببعضه. يلزم اليوم الشاب التونسي يحاول يغير شويه في التوجهات نتاعو. الناس اللي سنه باش تاخذ باك والا اللي عندها ممكن امكانيه اعاده توجيه، فكروا شويه في الواقع نتاع البلاد وفي الحاجيات. راه فما برشا ناس قاعده تاخذ في شهاده وما تلقاش بلاصه خاطر الاختصاص مش مطلوب. الاختصاص ما يمشيش معاك ولا اعمل تكوين في حاجه مطلوبه تضمن بلاصه. المرشي هذا فما بعض الاماكن ممكن في الجمهوريه نحكي مثلا، كان نقول قصر هليل وكان نقول صفاقس ولا كان نقول نابل ولا بلايص تعرفت بالتكستيل. أي. بلايص معناتها عندهم ثقافه نتاع تكستيل وثقافه نتاع النسيج. نتصور 50,000 كما قلت انت رقم معناتها رقم رياليست. أي. رقم واقعي معناتها ممكن الافاق اللي باش نعملوهم راهو فما سياحه كما قالت كوثر باش تنشط اللي هي سياحه التسوق. أي. قبل كانت ناس تجي لتونس من بلدان مجاوره، نحكيو على ليبيا ولا الجزائر ولا حتى من المغرب، يجيو سبيسيالمون لتونس باش ياخذوا الحوايج من تونس ويمشيو يعاودوا يبيعوهم. سياحه التسوق نجم نخدموها في تونس خاطر نجم ننتجوا في تونس ويتعمل كل شيء من هنا. تبقى فما شويه مشاكل نتاع بروسيدور اداريه، وفما شويه مشاكل نتاع اسواق موازيه خاطر ريبه تبيعتها التسوق موجود مي قاعد يمشي للاسواق الموازيه، والدوله ما قاعده تستنفع حتى شيء، ما عندها حتى كنترول. نتمنوا ذي كله يتنظم لانه الاسواق الموازيه وزاد الصناعه التونسيه، ماذا بينا الناس اللي تجي تشري حاجه تونسيه مش تشري حاجه لا هما نحكي مستوردة. على نحكي على السلعه التونسيه تصنع في تونس مي تبيع في الاسواق الموازيه، ما تبيعش في سيركوي معناتها واضح وكذا، تبيع في الاسواق الموازيه خاطر هما تعاملوهم سبيسيالمون باش ينافسوا السلعه اللي قاعده تجي من برا. معناتها فما مشكله في الموازيه، انا نحكي لكم كونيسونس معناتها خاطر نعرف المرشي نتاع التكستيل كيفاش قاعد يمشي في تونس. بالحق في مشكله كبيره، ونتمنى ان شاء الله هذه الخطوه الاولى مش باش تنظم بالليل ونهار، اما هذه الخطوه الاولى في انتظار انه يتنظم ان شاء الله على قاعده صحيحه. ان شاء الله. هذه هي مشاكل قطاع النسيج، وانتم فتحتوا قوس زاده ما ننساوش مشاكل القطاع الفلاحي. علاش؟ على خاطر في من المتابعات الالكترونيه اليوم باش نحكيو على تونس اشترت 75,000 طن من علف الشعير في مناقصه، معناها تونس مطمور روما تستورد في الشعير. اخر خبر
أونلاين، موقع آخر خبر أونلاين، ونقلا عن تجار أوروبيين يقولوا اللي تونس اشترت حوالي 75 ألف طن من علف الشعير في مناقصة عالمية. برك الله عنا المطر صابع، عنا الأراضي خيرات ربي. لهنا نحكيوا على تهرم اليد العاملة الفلاحية، الشباب اللي ولا نافر تماما من الاستثمار في القطاع الفلاحي. هاو لوين نوصلوا؟ نوصلوا أن نستوردوا غذائنا من الخارج. في متابعات أخرى اليوم نحكيه على مرتبة تونس في مؤشر تعطيل الأعمال لسنة 2019، لكن الإيجابي تونس تتسم بضعف الإشكاليات. تونس تتسم بضعف الإشكاليات والتعقيدات الإدارية وسهولة التشريعات في مجال الأعمال ومجال المؤسسات، وفق ما أظهره المؤتمر المؤشر العالمي درجة تعقيد الأسواق العالمية لسنة 2019، والذي يحلل درجة تعقد الأسواق ومدى سهولة بعض المشاريع والقوانين المنظمة في 83 بلد. هاو كان الناس الكل اللي تحكي على البيروقراطية والأوراق، هو صارت راه برشا إجراءات مؤخرا، معناها صارت شوية تحسينات. يمكن هذاك المؤشر هذا يبقى به في إطار التشجيع على الاستثمار وجلب الاستثمارات الخارجية. إذا كان نلقاو تونس في ترتيب عالمي، معناها من ضمن الدول اللي ما عندهاش ياسر تعقيدات، فهذه حاجة تشجع، لأنه ياخذوها بعين الاعتبار المستثمرين وقت اللي يجيو باش ينتصبوا في أي بلاد. مش هذه بركة تونس، معناتها حتى بار الواحد في البروجي اللي عاملينه نتاع ستارت اب اكت، معناتها تونس قاعدين يخدموا على مشروع انه باش يوليو منصه كبيره ياسر لباعثين مشاريع الشبان. خاطر توا ما عادش كما قبل باش تعمل مشروع لازم تعمل درجنية وشهاده صحيه محل ووقايه من الحرائق ودرجنية، لا توا ولات لازم تعمل الفكره، والفكره دي تكون معناتها رياليزابل وعندك الفون وعندك كل شيء باش تنجم بعد دوله تضمن اللي فما فيزافي تنجم تحكي معاه. تونس قاعدين يخدموا على بروجي كيما هكا، حاجه كيما ستارت اب اكت، ما بين ستارت اب اكت وما بين ستاسيون تي، اللي هي باش تكون حاجه تخدم زوز هذوما. وان شاء الله تونس يظهر لي حكايه التجربه اللي صارت نتاع سيليكون فالي في امريكا، وطبقت من بعد في الهند، وطبقت في فرنسا، وطبقت في برشا بلدان اخرين. المخاخ موجوده، الافكار موجوده، فقط اعطيهم الفرصه باش ينطلقوا ان شاء الله. انا في اكثر من مناسبه اشرت الى انه احنا في سنه انتخابيه بامتياز، نعرفوا البرامج الانتخابيه، ومن بين كي نحكيوا على البرامج الانتخابيه فما بعض الاحزاب اللي تحكي على ربما تحوير ولا تنقيح قانون استهلاك مادة القنب الهندي. لكن جديد اليوم، تونس بدء العمل على مشروع قانون لتقنين إنتاج واستهلاك وترويج القنب الهندي. هذا موضوع فاتن قاعد يلقى في صدى كبير في نهاية الأسبوع في المحامل الإلكترونية المحلية وحتى الأجنبية. لهنا هذا موقع روسيا اليوم كتب على المقال هذا وغيره برشا على الموضوع هذا. عفوا، لهنا نحكيه على الائتلاف من أجل تقنين استهلاك القنب الهندي، واللي أعلن أنه بصدد العمل على مشروع قانون يهدف إلى تقنين إنتاج وترويج واستهلاك مادة القنب الهندي، وذلك عبر إرساء مؤسسة عمومية تتحكم في ترويج المادة. نعم، ربما تكون عنا مؤسسة عمومية، والموضوع هذا بديت الخدمة عليه باش تكون فما ورشة عمل تجمع ممثلين عن مكونات المجتمع المدني ونواب من البرلمان وغيرهم، معناها من الشخصيات ربما اللي تنجم تساهم في الموضوع هذا. وبهذا الموضوع أختم معرض الصحافة الإلكترونية. خبر إيجابي ولا خبر سلبي لكم؟ لكم أنت تنجم تحضر. تحسوا كأنه فيك نيوز، معناها تحسوا كأنه نكتة. لا، هو صحيح، قريت أنا قريت مؤسسة تاع الدولة، معناها مش مقترح، هو الدولة ماشية في المقترح هذا. مش الدولة، أنت ليه في ضمن 30 شخصية قاعدة تخدم على مشروع قانون لتقنين إنتاج واستهلاك وترويج. هما قالوا لي هي مؤسسة عمومية، كل واحد أولويته في الدنيا هذه، كل واحد أولويته نتاعو. ثم قالوا لي هي ممكن ياسر تخدم برشا دومينات اخرين معاها وكذا، وخذوا التجربه نتاع كندا، قالوا هما شرعوا الماريخوانا على شان ما شرعوش القنب الهندي. ما نعرفش احنا، ما يظهر لي هنا كما قلت مشكله نتاع اولويات ومشكله نتاع الاسكو بالحق هذا حل مشاكلنا. انت تعرف اللي هذيا معناها تنقيح مشروع تنقيح القانون، قانون استهلاك ماده القنب الهندي، هي معناها من البرامج الانتخابيه لحزب نداء تونس، معناها وتخلي بها لك علاقه بتخفيف العقوبه. بتخفيف العقوبه انا مش معناها نوصلوا لدرجه الانتاج والاستهلاك، اما كيف لازم نوضحوا؟ لازم نوضحوا هو في المشروع نتاع نداء تونس، وشفت مش مشروع نداء كاو، نداء والجبهه وعديد الاحزاب الاخرين، قالوا لي هما باش يقاوموا المروجين، اما باش يحاولوا يخفوا على المستهلكين، معناتها باش نقصوا على السورس، نجفوا المنابع اللي قاعد تجي منها الزتله والمشتقات هذوما الكل، معناتها القنب الهندي، ونحاولوا الماكسيموم معناتها باش نخفوا على المستهلكين، لان هما اخر حلقه نمشيو للجماعه 12، مش معناتها باش نقنوا القنب الهندي ولا اي نوع من انواع المخدرات. تبقى وجهه راي
كل واحد كيفاش يراه الحكايه، وكما قلت كل واحد الاولويات نتاعو. وتخفيف العقوبه كانت فكروا مليح، كان عمل ضجه كبيره ونقاش كبير ما بين الناس رافضه وما بين الناس داعمه، فما بالك بهذا المقترح العام. كلنا ناقصين احنا حاجات كما كنا نستعملنا. ايوا كانه اليوم التونسي معناها هذه هي اولوياته، معناها هذا ياكد اليوم انه الطبقه السياسيه بعيده تماما عن واقع الشعب. لا هم من حقهم الائتلاف من حقه يعطي كل واحد حر. معناها احنا نحكيو على انه الاولويات كما انت قلت تكون انعكاس لواقع التوانسة اليوم، معناها ما نعرفش إذا كان هذا من أولويات هو التوانسة. هو في مفتاح البحث كي تكتب تونس يخرج لك المقالات هذه اللي عندها علاقة درابو تونس، معناتهم معناتها هذا مشكلتنا الوحيدة في البيت. وإحنا في قلب الأزمة نتاع الهوية، وناس تحكي على الهوية، وناس تعارك في المجلس، وناس تسب في بعضها، وناس تخون في بعضها، وناس تحكي على القنب الهندي. ذولي بالحق فما برشا أولويات عند التوانسة تنحكي عليهم إن شاء الله تباع. أنا كوثر كل مرة شدتنا بحكاية تاع الجيش، عندنا مشكلة نتاع الترونسفور كبيرة برشا، عندنا مشكلة كبيرة زادة في التعليم، عندنا عديد المشاكل. مش معناتها هذا مش مشكلة من المشاكل، أنا يظهر لي النوعية هذه من المقالات وإلا من الأخبار وإلا من المبادرات اللي هي تهدف أساسا أنه تخلي الناس تحكي على حاجات وتضيع الأساس نتاع مشاكلها. لا علينا نمشي وقتها. ربي يهديك وهيك نمشي لبعض الأخبار المواضيع. تفضل حسين. نبدأ في بعض الأخبار الإيجابية. الأخبار الأولى جينا مرة من أوبن بارا دبي، نلقاو الالعاب الاولمبيه الموازيه ونلقاو في بطوله العالم هذه كان شارك المنتخب التونسي لذوي الاحتياجات الخصوصيه، روحوا ب 16 ميداليه، 16 ميداليه ومعاهم 16 ذهب وخمسه فضه. وليد كتيلا ياخذ ميداليه ذهبيه ويروح برقم قياسي عالمي ريكورد بالنسبه لتونس. ويظهر لي تتويج كبير لوليد كتيلا، ما نساوش اللي في وقت من الاوقات قصوا له الشهريه نتاعو، قالوا انت ماكش رونتابل وكذا، الوزاره ما تحملش المسؤوليه نتاعك. من بعد رجع بالطبيعه شويه جهود من الوزيره الجديده، وهذه حاجه تنجم كانت فرحنا كتوانسه. الخبر الثاني جينا مره ذي من بنيه عمرها 13 سنه تعمل بروجي، انه لاول مره راهو بنيه 13 سنه تعمل بروجي نتاع فكره نتاع المنتوج، خاطر احنا قبل قرينا كلنا في حكايه كيفاش تعمل فكره نتاع منتوج وتبيع وتروج وكل شيء، مي كلها تيوريك. تو الشباب بداوا يمنوا اللي ما فما حتى شيء تيوريك، اللي تيوريك نجم يكون براتيك. عملت لينا كامله نتاع الشوكولاته البنيه ذي اللي اسمها لينا عبد المجيد، تقرا في ليسي بيلوت نتاع المسير، قررت اللي هي تبدا تتعدى المشروع ديريكتومون. فورميول عملتها وحدها نتاع الشوكولاته، عملت الامبالاج نتاعها والترويج، والشركه نتاعها ماشيه لحد الان. الف مبروك للبنيه هذه، ونتمنوا برشا كما الشباب نتاعنا اعطيهم الثقه في قدراتهم. اي قول له راهو مش بشرط هي تصنع توصل 18 سنه و19 سنه. والغلاف الشاشيه حسامه اي عامله اي فوالا الباكو، عملته كما ديزاين سبيسيال بال حاجه هويه تونسيه. حاجه هويه تونسيه، يعتزوا بالهويه نتاعهم والاكثر من هكا عندهم الثقه في رواحهم. راهو هذه كلمة تكلوغ اللي ديما نقولوا احنا صغارنا، راك ما زلت صغير اكبر تو تعرف. لا ما عادش صغار في العهد نتاع توا، راهو يظهر لي معناتها ابارتير من 10 سنين تنجم تعمل بروجيتك وحدك، تنجم تخدم وحدك، تنجم تعمل ديفلوبمون، تنجم تكتب اللي تحب عليه انت، وهذا ما هو صعيب حتى تعرف وبالاخص على التوانسه. باش نحكي على حاجه اخرى ممكن ميزه نهايه الاسبوع، يمكن لو محرز احكي على بعض الاعاصير اللي صارت، انا باش نحكي على حاجه ممكن ضرت برشا من الفلاحه ومن الصيادين في منطقه قرقنا. 80 مركب صيد كان تدمر تماما، اضرار كبيرة ياسر بالميناء، صارت في الشابة زادة كيف في قليبة في بعض المناطق الساحلية. ولهنا كان فما فيديو دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي لصور نتاع الحوت واللي يدور في الشوارع. هذاك مش بعيد علينا في مالطا. في مالطا تلمو العصير دارت صار توربيون في وسط البحر، خرج الحوت من البحر ولا يطيش في الكياسات، الناس ولات تلم في الحوت من الكياس. معناتها مش عارف قوة ربي، مش عارف التغيرات المناخية اللي قاعدة تصير المدة الأخيرة. أما بالنسبة للقرقنة يظهر لي يلزم خدمة كبيرة تصير على الشريط الساحلي، أنه حسب ما قريت بعض التعليق أنه حماية للشريط الساحلي صارت بعض الأشغال هي اللي خلات أنه صحيح. كل ما تصير الرياح هذه تخلي الماء يقدم ويمس معناها المراكب نتاع الناس اللي هذيك مصدر رزق، نستناو انه تصير معناها تعويضات حتى يرجعوا البحاره يخدموا على رواحهم في اقرب وقت ان شاء الله. ان شاء الله هذاك شنو نتمناو. نمشيو المره دي للامارات، باش نحكيو على دوله الامارات. القرار الاخير نتاعها هي لضمان حياه كريمه لمواطنيها، قررت اللي تعمل مشروع نتاع دعم ب 100 مليون دولار، و 100 مليون دولار دفعتها للبنوك باش تخفف على المواطنين نتاعها. فما 3000 مواطن اختاروا هم ماخذين قروضات، هم مش برشا الاماراتيين، خذوا 3000 منهم اللي عندهم كريديت. قالوا قداش يسالوك؟ قالوا تقريبا 100 مليون او خالصين، برعوا على رواحهم وعيشوا عيشه كريمه وان شاء الله متفردين الناس الكل. هذه ممكن الاخبار اللي قبل بركه خليني نتنفس، عرفتنا نملي رواري. والله نتمنى تصير. احنا رانا مانيش يكون عنده ديون ويخمم فيه كيفاش، ويجي واحد يقول له مش والدوله تخلص عليك، من الدوله تخاف عليك وعلى مشاعرك وحسيسك. هو المشروع هذا قال لك اللي هو اللي ضمان حياه كريمه باش الناس تتفرد، باش تلقاو وقت للتفريد. قالوا اعطيناكم معناتها
عديد الطرق وعديد الاوجه باش تفرد ونعرف تصير لكم شويه مشاكل ساعات وقت عنده كريدي ولا اللي عنده كريدي يقول لي شافوا لهم الاولويات واللي عندهم اكثر كريديات ممكن والوضعيه الماديه نتاعهم تتسمى صعيبه بارابور لنا احنا تبيع معناتها بارابور لنا احنا خاطر جينيرالمون ما نجموش نتقارنوا بالمواطن الاماراتي خاطر هما شويه وعندهم امكانيات كبيره برشا مقارنه بنحنا وهكاك منعوهم وهذه كانت جست ذكيه لانه كيك خليوا الناس تحكي عليهم برشا وتحكي على القرار الاماراتي الاخير. هما مش عندهم وزاره للسعاده في الامارات معناها يظهر لي من الدول اللي فيها وزاره للسعاده. هي وزاره السعاده للمواطنين الاماراتيين شدوا فاهمين مش للمقيمين في الامارات. المواطن الاماراتي ما احنا نحكيو على الامارات توا نحكيو على الامارات وعلى المواطن الاماراتي. على سياسه الدوله نحكيو على سياسه الدوله في الامور هذه. هما عاملين وزاره للسعاده باش يوفروا السعاده لكل مواطن ولو انه ما عندهمش ماهيش مدستره سعاده مثلا في السويد ولا في مارك البي اسكندناف عندهم بالدستور عندك الحق تكون سعيد لكن حسيت روحك ماكش سعيد تنجم تشكي بالدوله تقول لهم انا موجود في كذا كذا مي انا ما نحس روحي ماني سعيد نتمناه تصير حاجه كيف هاي المبادرات الدستوريه ائتلاف للسعاده عملوا ائتلاف باش تكون الناس سعيد وفروا لنا عديد الظروف باش نجم نكونوا سعداء نمشيو لحاجه اخرى بدل ما نحكيو على السعاده نحكي على بلاكه عملت التور زاد كيف على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي تحكي على حطوها في الصوره في المكسيك هذه الدور ويحكيوا فيها على السور الفصل العنصري اللي كان عمله دونالد ترامب اللي هو باش يفصل بين ما بين امريكا وما بين المكسيك وكانت خلصت حق المكسيك هذا البرنامج الانتخابي نتاع ترامب وصل فيه معناتها معناتها ثنيه كبيره برشا وتبنى السور اما لهنا باش يقاوموا الحكايه هذه قال يكتبوا بحثك السور كاتبين خلي روحك متفرهد وشيخ انت راك في الجانب المشرق والجانب المبهج من السور. يعني معناتها اي حاله زعما زعما راهو عندهم برشا ستريس الامريكان احنا في المكسيك رغم كل شيء عن الموسيقى نلبسوا كالترابش عايشين احسن عيشه وهذا بطبيعه طريقه من الطرق باش نجموا يتغلبوا على الواقع اللي يعيشوا فيه. خبر هذا باش نعطيوه معناتها خبر عالمي المره هذه اما خبر باش يهم شريحه كبيره برشا من الناس اللي قاعد تتبع فينا. نعرف انا المرضى بالسكر وان شاء الله ربي يشفيهم الناس الكل عندهم مشكله كبيره في الزرير نتاع الانسولين. تقلق برشا والتعب ويلزم معك شكون وحتى كي باش تعلم وحدك ساعات تغلط ساعات تبدا على صعب وعندها وقت شيء. وعندها وقت وتاثيرات وكل شيء توا فما دي بيلول قاعدين يخدموا عليهم والتجارب الاوليه اعطت نجاح بما يقارب 100% بيلول يتشربوا باش ينحيوا ما عادش يستعمل الزرير قجم والبيلول باش تقعد معناتها الفالابل ممكن اكثر حتى من جمعه ولا جمعتين تستعملهم مره ولا مرتين وتقعد معناتها جمعه ولا جمعتين ما عادش تعاود ترجع مره اخرى خطوه اولى في مقاومه المرض هذايا في انتظار انه من بعد يلقاو له حل انفوبرتوت يظهر لي تقدم كبير برشا قاعد يصير للطب عنده تاثير كبير حتى على امل الحياه عند الولاده وحتى العداء قداش يعيشوا العباد وهذه الجانب المشرق من العلم فما حاجات ساعات نسمعوهم ونخافوا اما حاجات زاده تنجم تفرح لانه معاناه نتاع برشا ناس في الحكايه هذه اما المشكل زاده انه معناها الحاجات هذه تقعد ديما حكر على الدول اللي عندها برشا امكانيات على الدول المتقدمه اللي تنجم معناها من بعد هي يمكن اللي تصنع وحتى كيف تصنع تولي مكلفة ياسر هذاك اللي يخلي دول اخرى في وضعيات اخرى ما عندهاش الامكانيات انها تاخذ واحده من الدواء للمرضى نتاعها. بلوز اون خاطر الحاجه الباهيه تو لي زو ان جي والجمعيات ولاو موجودين في العالم الكل وفما عديد الجمعيات اللي هي باي حاجه عندها علاقه بالصحه العالميه يمشيو للبلدان الفقيره واحنا الحاجه الباهيه تونس مكلاسينا بلاد فقيره يمشيو للبلدان الفقيره ويحاولوا يوزعوا بعض الادويه اللي هي تعتبر معناتها غاليه برشا معناتها بعض الادويه نتاع السرطان الادويه نتاع السكر الادويه نتاع عديد الامراض المستعصيه يوزعوها في البلدان هذيا باسعار تفاضليه اذا كان مش بلاش باش ينجموا يعاونوا البلدان هذيا خاطر نعرفوا وحتى يجربوا معناتها يتستيو الدواء يعملوا برشا وهذا الكل معناتها من الحاجات اللي ممكن فما جانب كوميرسيال في الحكايه خاطر ما فماش خطوص السيد الربي اما هذا ما يمنعش هذا كيف اللي فما ناس تحب تعاون البلدان الفقيره والانسانيه راهي مازالت موجوده في عند برشا ناس باش تحكي على الاوسكار المره هذه والبارح ممكن تتويج مش المصري كو تتويج العربي الكل رامي مالك اللي هو امريكي صحيح مولود في امريكا مرة اصوله مصريه وكان اعطى ديسكور مهم جدا حكاية على البدايات نتاعو قال انا راني ولد زوز مهاجرين جاوا من مصر صنعت حياتي والتاريخ قاعد تكتب تويكا يتكتب منه جزء منه اليوم البارح خذي اوسكار نتاع احسن ممثل على فيلم بوهيميان رابسودي اللي ديما نحكيو عليه في الفقره الثقافيه يظهر لي نجاح كبير برشا وتتويج للعرب اللي راك تنجم توصل حتى كان ولد مهاجرين حتى كان ولد جاي من بلاصه معناتها ممكن معناتها مش ولد بلاد هذيك راه من حقك تحلم ومن حقك توصل للي تحب عليه. حاجه اخرى قاعد تعمل في ضجه عند الشقاء في المغرب زياره لولي العهد البريطاني هو الثاني ولي العهد البريطاني واللي يحكي لهنا
مشى هو ومرته للمغرب وهم بتاعت مستنيين في ولي العهد. اما اللي صار تو ممكن الحاجه الصوره اللي دارت اكثر، مش الصوره الدبلوماسيه، الصوره الرسميه او في القصر واستقبلوا وحكوا معه، لا كيفاش تعمل في الحنه المغربيه بطريقه تقليديه. باري ماتش تهبطها لوموند، يهبطوا عديد المجالات بيور بيبول، معناتها عديد المجالات العالميه. لانه كيفاش تحكي، مش باش تحكي على ولي العهد البريطاني ومرته، باش تحكيوا على الحنه المغربيه. وهذا الترويج اللي نحكيوا عليه، لانه احنا كنتذكر وقت اللي زارنا ماكرون في تونس، يظل الحاجه اللي شدوها الناس الكل شنو هي؟ الشاشيه والمدينه العربيه. وهذا هو ممكن الترويج الذكي للسياحه، واللي هذا لازمنا نخدموا عليه شويه. نختم بخبر اللي جينا من كولومبيا المره ذي، باش نحكيوا على بابلو اسكوبار، اللي يظل حتى اللي ما يعرفوش اكيد راه تفرج في سيري ناركوس ولا يعرفوا. السلطات بعد ما نجح برشا السيري نتاع ناركوس، الناس ولات تمشي للدار نتاع بابلو اسكوبار اللي ولات كما المتحف، ولاوا يمشيوا يحبوا يزوروا، معناتها ولا عباره شخصيه اسطوريه. قرروا انهم يفجروها، يفجروا الدار هذيك. قال لك معناتها بالنسبه لنا احنا ما نجموش ناخذوه كموديل سوى للصغار وللناس اللي تحب تنجح في حياتها. دار فيها ويتيتاج، دار فيها معناتها المقتنيات نتاعو الكل وكل شيء. قرروا السلطات باش تتفجر، لانه لا مجال اليه باش نروجوا لمجرم. الواحد كان سبب في سنوات نتاع دمار معناتها في كولومبيا، كانت وقتها فوضى كبيره ياسر، وكان قتل عديد السياسيين. وهذا ممكن سبب من الاسباب اللي خليهم ياخذوا الخطوه هذه. فما اللي معاه، فما اللي ضد، فما شكون قال الشر نسبي والخير نسبي، فما شكون راه قال ناخذوه كشخصيه تاريخيه اكثر منه كحاجه اخرى. كل واحد كيفاش يراه، مرة ويقعد مجرم في الاخر. هذا اخر خبر بالنسبه لليوم. يعطيك الصحه حسام، ميرسي بوكو، شكرا ليك كوثر. نتقابلوا غدا معكم في الاكتواليتي، كما شفتوا ديما نبداو بالميتيو وناخذ زاده فكره على احوال البلاد من خلال مواقع التواصل والجرايد. نمشيو نعملوا وقفه غنائيه، نسمعوا راي نيوز في غنينا وعلى الحلي، ومن بعد نرجعوا ناخذ فقراتنا القاره. كما قلنا كل نهار اثنين نحكيوا ديكور ونحكيوا كيف موضه بعد مع نعيمه الشرميتي. خليكم معنا، راجعين مع نرجس بعد شوي. وعلى الحولي يا أما وعلى الحولي، وعلى الحولي داخل صبوا على Oh,
تقريبا ل 11 غير بوع مواصلين معكم في المباشر كما كل نهار اثنين نحكي وديكور. قبل هذه نذكركم بصفحه الفيسبوك الخاصه بالبرنامج، نجموا تلقاونا موجودين على صفحتنا في تونس اللي تلقاو فيها الفيديوهات الخاصين بالبرنامج، وكيف كيف تلقاو برشا حاجات من ارشيف التلفزه، تلقاو برشا اغنيات قديمه، تلقاو برشا لقطات من اعمال دراميه زاده كيف كيف قديمه. هذه الكل تنجموا تبعوه، تقترحوا حاجات اذا كان تحبوا على البرنامج صفحتنا في تونس. مرحبا بالناس الكل اللي قاعده تبع فينا، وتقريبا تجاوزنا 300,000 متابع، دونك ميرسي بوكو للناس اللي قاعده تتواصل معنا وتقترح وتعطي في نقد، وتتواصل مع حسام اللي هو يتولى انه يجاوب على كل الميساج اللي قاعدين يوصلوا لنا. دونك قلنا باش نحكيوا ديكور، وتجيب حدانا نرجس كيما كنا نهار اثنين. صباح النور نرجس، نهارك زين. صباح الخير فاتن، صباح الخير سادة مشاهدينا. اليوم اخترت تحكي لنا على الفو بلافون. الفو بلافون هو جينيرالمون حاجه نستعملوها للزينه للديكور، والا عنده دور اخر بخلاف انه يغير في الشكل نتاع الدار. جوستومون هو برشا يسخيبوا الفو بلافون، دوره الوحيد هو للتزويق، مي عنده دوتر رول باش نشوفوهم في غير مزور، وباش نشوفوا حتى للتزويق بيتو فما اغلاط نعملوهم في كي نعملوا فو بلافون ماذا بينا نتفاداوهم. ديجا اول حاجه حبيت نحكي عليها هي قبل كنا نعملوا فو بلافون نعملوا جوست غورجه على الدير اللي هي ما تزيدناش اضافه كبيره غيالمون لسباس، فما شكون يعمل يا اما ستافليس وغورجا عدير، والا بور دي كونترانت بيدجيتير فماش لي مويان يعمل غورجا ديريكتومون على الداله معناتها تبدا مصبوبه ويحطوا جوست الغورجا وكا. باش نعملوا الفو بلافون هذا يلزم حاجه تتعمل وقت الشانتي مازال اون كور، والا اي واحد حتى دارو اذا كان شريها من بعد ينجم يبدل ويعمل الفو بلافون، معناها فما قياسات لازمها تكون موجوده، والا تنجم تركب على اي دار في اي وقت. شوف هما فما حاجتين كي نحكيو في شانتي ولا مش في شانتي، هو شانتي ديجا كان نحكيو على البلاتر معناتها بالجبس راهو شانتي ا ايفيتي اون فوا حطينا الموبل وان فوا دهنت الدار ا ايفيتي. علاش؟ على خاطر جينيرالمون كي نحكيو احنا كيما قلنا البلاتر هي معناتها فيه برشا وسخ، معناتها برشا غبابر، كيف كيف الماتريال اللي باش يخدموا به بالتيات يتحطوا على القاع، دونك الي بريفيرابل حتى قبل الغوفيتمون ما يصير نخدموا الفو بلافون قبل حتى ما يتعمل الغوفيتمون. وكان فما ديجا الغوفيتمون فما دي سوليسيون ودي استوس باش نحميو الفو القاعه نتاعنا، معناتها نغلفوها ومن بعد يجيبوا البتيتي نتاعهم لي ستافور ويخدموا على رواحهم. مي فما زاد ايشافوداج وفما معناتها هي ديجا مرمى معناتها حوسه كبيره حوسه كبيره. اما باش نشوفوا زاد دي سوليسيون بور ايفيتي الحوسه من بعد، معناتها في لي زيكزومبل نتاعنا فما دي سوليسيون على نظافه نجمو اللي يبدا عنده دار ويحب يعمل ان بلوس للستاف نتاعو بوسيبل. دونك احنا باش نبداو جوستومون بلي زيكزومبل، نبداو اول حاجه باللوكوتي استيتيك كيما قلنا باش نخرجوا ماك لوردينير واللي هو ما فيه حتى اضافه للسباس اللي هي غورجا عدير كيما في الصالون كيما في الكوجينه كيما في بيت النوم ما معناتها ما يفرقش. اوغكو بالعكس الفو بلافون يلزمو يتماشى مع السباس ودور السباس هذاك، معناتها في الفو بلافون تاع بيت النوم ما ينجمش يكون كيما فو بلافون تاع صالون، وهو ديجا مربوط بالكليراج. الفو بلافون والكليراج ديما يمشيو مع بعضهم. دونك نبداو بالزيكزامبل الاولاني. حبيت نوري اول اكزامبل في الكوجينه اللي الفو بلافون ديجا ما نحكي كي نقولوا فو بلافون مش معناتها نحكيو على بلاتر مش كان على جبس، نجمو نعملوا فو بلافون يكون مارياج اونتر دو ماتيريو كيما لي اكزامبل هذوما اونتر اللوح والبلاتر. البلاتر نشوفوها في ستافليس فما ستافليس على الدير، كي نحبوا اون انتيغ الفو بلافون نحطوا اون فالور حاجه كيما ليكزامبل هذايا نحطوا اون فالور لو كوان روبا با اكزامبل. نجمو نخدموا une conception تكون بين الفو بلافون الغوفيتمون مورال وكان لازم حتى تابلت تبدا كونسيبسيون كامله. بيان سور هذايا ما ينجم يعملها كان اخصائي جينيرالمون، هذايا باش تبدا توت اون اتيود معناتها نورمالمون نتعداو باغ ان اركيتيكت دانتيريور اللي باش
باش يعطينا معناتها لو بون بلان اون بون كونسيبسيون اللي تتماشى مع الاسباس الكل. كيما قلنا مش مربوط كان بسقف تغزل السقفه كهو سي ان انسامبل تنجم كونسيبسيون من بين الحيط والستاف كيما لي زيكزامبل هذم. نشوفوا ليكزامبل اللي بعده باقي نحكيو في الكوجينه ليكزامبل الموالي هنا باي زامبل عندنا ديفيرون موديل مي هنا الفو بلافون نحكيو على جبس اكاهو. حتى في جبس اكاهو نجمو زاد نحطو اون فالور بلاصه على بلاصه اخرى كيما نقولوا لو كوان روبا والا لو روتور نتاع البلان دو ترافاي. هنا نشوفو مره نلقاو لو نيفو نهبطو النيفو نتاع الستاف ومره النيفو يهبط ونزيدو نعملو بانتور فونسي. هذه كان ليكزامبل هذاك بانتور فونسي رابيل لي زيليمون با ميم سي نحكيو هنا على ستاف بالجبس زاده مانيش نحكيو على اون اوتر ماتيير. نجمو ندهنوه نبدلو له لونو فوالا نبدلو له لونو معناتها نخليوه يل سانتيغر في ليسباس الكل في الكونسيبسيون كامله من غير ما نعملو حتى دو ماتيريو كيما في ليكزامبل اللوطاني. بالعكس او كونترير طلعنا بيه النيفو نتاع باغ اكزومبل لو كوان روبا وبيان سور ديما ليكليراج هو يزيد يعطينا لو بلوس في اشاك فوا باغ اكزومبل دي سسبنسيون في النيفو نتاع القاعده معناتها وين باش ناكلوا والاخرين نجموا نعملوا دي سبوت سا ديبون هذاك احنا والكونسيبسيون. نشوفوا نوتر اكزومبل في باغ اكزومبل هنا في بيتنو نشوفوا كيفاش تخواز اكزومبل ديفيرون. الفو بلافون اللي على اليسار الفوق كله مخدوم بالبلاتر هنا نلعبوا على الالوان على لي تكستور ونشوفوا ديما مربوط بالاميناجمون اللي اللوطه معناتها مانيش كي نغزروا الفو بلافون بارابور للفرش اللي هو لا بيس ميتريس كيما نقولوا في بيتنو وكيف كيف نرجعوا به روتور نجموا في الحيط. ليكزامبل اللي على اليمين بلوتو كلها اون بلاتر مي هنا لعبنا على البانتور نعطيو افي بوا. اللوطه كاريمون لعبنا على مارياج دو بليزيور ماتيريو اللي هي تيت دو ليبيدها تولي بيان سور هنا كونسيبسيون سي دو سور مزور هنا تيت دو ليبيدها ال جو لو رول نتاع تيت دو لي وفيها روتور. هنا نحكيو على بانو باللوزيناج نوميريك في الروتور هذاك فوق البانو هذاك نشوفوا فما ضوء اكليراج انديريكت هذاك فما فوق البانو فما معناتها فما اون بلاك تكون اون بليكسي جلاس ترانسلوسيد تعدي لنا الضوء تعطينا كالبهره الضوء هذيك يولينا يعاود لنا هنا حتى كان نحبوا ما نستعملوش لي زاباجور نجموا ما نستعملوهمش. دونك نشوفوا معناتها فما اون هارموني ديزون في ليسباس الكل. نتعدى كل واحد من بعد وذوقه حتى لوين يحب يوصل من التوش الصغيره حتى اللي تمشي في حاجه ياسر فيها معناها كونسيبسيون كبيره وغشاش. هنا حبيت نوري زيدا في الصالون بيدها نشوفوا اخترت دو زيكزامبل تري ديفيرون صالون مودرن وصالون كلاسيك. في الصالون مودرن نشوفوا اللي الصالون مقسومه على 3 زون ديزون الفوق الزون الاولانيه نلقاو على كي ندخلوا فما لونتري نتاع الصاله على اليسار نلقاو القاعده معناتها الصالون وعلى اليمين نلقاو صاله مونجي. نشوفوا اللي الفو بلافون يل سادابت للاميناجمون اللي اللوطه كو سوسوا نحكيو بارابور على لي زون والا حتى لو ستيل نتاع الصالون اللي هو مودرن ايبوري تري تري سامبل والاكليراج ديما يتبع في ليكزومبل اللي اللوطه بلوتو صالون كلاسيك لاميناجمون مبدل الجمله هنا بلوتو نخدموا على ان اليمون سنترال بيان سور كيما قلنا كل شيء تبع بعضه الغوفيتمون في القاعه الى اكسنتوي لومبلاسمون تاع الساله كيف كيف الفوق زاد حليها وزاد عطاها فالور القاعده سنترال هذيك ونمشيو ديما في الكلاسيك وهنا نشوفوا كيفاش حتى لو شوا نتاع الفورم نتاع البيت اللي هي مدوره معناها سيركولير خذيت نفس الفورم نتاع الفوق اكزاكتومون نجموا حتى كان كانت بيت كاري وكبيره كنا نجموا نعملوا لو ميم برانسيب في الكاري بيان سور مش في الريكتانجولير نعملوا لو ميم برانسيب ونخرجوا اون فالور البارتي سنترال معناتها ونشوفوا زاد حتى الشوا نتاع اللوستر ولو فات دافوار ديجا لوستر بيدو في اسباس كلاسيك يعطي شارم ويزيد لو بلوس نتاع الجو العام نتاع لو ستيل كلاسيك. به سينو نشوفوا ان اوتر اكزومبل
نتعداو للاكزومبل الموالي. الاكزومبل الموالي اللي هو حبيت هنا نوري اللي الفو بلافون ماهوش كان الغول نتاعو قلنا استيتيك هنا ستافليس تو سامبلومون. سوف كو الفو بلافون هنا عنده دوتر غول اللي هي ما نجموش نلقاوها من غير ما نعملوه اللي هي الى بغيت الضوء معناتها نجمو اون بو افوار بليزيور سورس دو لوميير كونتريرمون كي تبدا داله مصبوبه نجمو نخرجوا فورو فيه نخرجوا منه لوستر والا على ليميت دو لوستر اما نجموش نخرجوا باغزومبل 5 بوان لومينو ولا غيره. دونك هنا نجمو نتصرفوا قد ما نحبوا ما عندنا حتى مشكله بالنسبه للفو بلافون. كيف زاده نشوفوا في ليكزومبل اللي على اليسار معناتها من الفوق على اليسار نجمو زادا في الفو بلافون اون انتيغر الكليماتيزاسيون سنترال معناتها لي غري هذوك نتاع الكليماتيزاسيون سنترال بالنسبه لي زيسباس كو سوسوا فما شكون يعمل في دارو كليماتيزاسيون سنترال سورتو هنا في لي بيرو ما يعملش معناتها اون ادمنستراسيون مش تعمل ديزاين سبيسيال ولا حاجه مي تعمل كمان فو بلافون بور افوار لو ماكسيموم دو لوميير كيف بور ابريتي كيما قلنا لي غري دو سوفلاج ونكاموفليو بيهم زاد لي غان هذوك ما خاطر نعرفوا احنا الكليماتيزاسيون سنترال ما تكونش كما انستالاسيون كامله دونك باش تبدا ما تبداش فيزيبل خاطر استيتيكمون ماهيش حلوه وكملت المغبره ايتترا دونك نكاموفليو كل شيء بالفو بلافون وكيف في صالون حتى في دار كيما نشوفوا ليكزومبل اللي لوطه نجموا حتى اون انتيغر السونوريزاسيون دونك علاش ليه مادام عندنا فو بلافون كيما نحطوا لي سبوت نجموا نحطوا لي او بارلور اللي نقولوا لهم بافلويت معناتها كوم سا تبدا معناتها فما اون بون انستالاسيون القاعده كي واحد يتفرج في تيلي ولا حاجه باش يتفرج في فيلم ولا حاجه سي اغريابل باش تسمع الصوت جاي دو بارتو دونك هذايا باغمي لي رول نتاع الفو بلافون. تو باش نشوفوا حاجه اخرى اللي هي لي بلافون توندو نشوفوا الصوره المواليه كان ممكن لي بلافون توندو هذايا فاتن كيما قلت انت قبيله قلت اسكو مرمى مش مرمى هنا بالنسبه للي ما يحبش يعمل مرمى في دارو ينجم يمشي للسوليوشن هذه اللي هي سوليوشن نظيفه برشا نحكي شويه على كيفاش تخدم معناتها فما يصير ان كادر يركب اون الومنيوم كيما البلاكو هذا معناها يركب وحدات حاضرين ويصير القياس لا هي سي اون توال اون بي في سي تركب بشالور معناتها فما سورس دو شالور اللي هو الراجل اللي يشوفوه لابس بالكحل هذاك شادد لا سورس دو شالور بالسخانه تولي توندو والواحد يركب واحد يشد الوحده هذاك دونك بالسخانه تشد الفورمه دونك تركب كما قلنا في كادر يكون يا اما اون بي في سي والا اون الومنيوم ومن بعد تبرد تشد بلاصتها وتولي بيان فات معناتها بيان فيني لافونتاج نتاعها بنظافه كما قلنا ونجموا معناتها الدار بالمدهونه حتى فيها بانتور ديكوراتيف وكل ما يقلقنا حتى شيء. واضح نشوفوا لي ريزولتا اللي نجموا نتحصلوا عليهم بالبلافون توندو. لافونتاج فيه اللي هو ميزا بار اللي هو ينجم يكون ليس بلون ونحطوا فيه لي سبوت ونحطوا فيه اللي حكينا عليه الكل بالنسبه لي فو بلافون اللي في لي زيكزامبل الاخرين هنا نشوفوا اللي نجموا نعملوا فيه باغزومبل دي ترومبلوي معناتها افي ماربري افي بوا نجموا حتى افي بوا يظهر قش عليه خارج اون غولييف مي هو افي 3 دي مي هو ريالمون سي دو لامبرسيون. نشوفوا ان اوتر اكزامبل ليكزامبل الموالي كان ممكن نشوفوا لي لافونتاج زاد نتاعو فوالا اللي هو بيسك لا توال هي ترانسلوسيد دونك نجموا نحطوا راها ضوء يعطينا بهره حلوه ويضوينا ليسباس وينجموا حتى تعطينا ايفي قش علينا عندنا اون اوفرتور في البلافون تبدا حتى امبرسيون اللي هي سحاب وسماء هي جوست سي دو لامبرسيون وتعطينا منظر حلو برشا جوست ان ديتاي بالنسبه للبلافون تندو في parmi les avantages نتاعو اللي هو اكوستيك ينقص لي نويزانس سونور معناتها حتى دي زيسباس بوبليك ما حتش باللي نويزانس سونور وكيف زاده هو ينقص من معناتها ان انفلامابل بلوتو معناتها فيه ريزيستانس او فو parmi les avantages فوالا ولي اما حاجه ياسر ولات مستعمله ولا جديده علينا في تونس هي ماهيش جديده موجوده في تونس
مي في تونس ماهيش دارجة برشا. نستعملوها في لي سباس بوبليك في الديار ماهيش دارجة برشا. فوالا يعطيك الصحة نرجس يعيشك فيك. دونك تعاودوا تلقاو الفقرة موجودة على صفحتنا إذا كان تحبوا تزيدوا تعرفوا أكثر وتثبتوا أكثر في لي موديل اللي وراتهم لنا نرجس. ميرسي بوكو يعطيك الصحة نتقابلوا الجمعة الجاية إن شاء الله. ميرسي. دونك نمشيو لفقرة الموضة كما تعودتوا نجيب حضرنا نعيمة وناخذوا معاها شنو لي توندونس شنو المقترحات على شنو نحكيو اليوم. قبل هذه نذكركم صفحتنا اللي من خلالها تنجموا تتواصلوا معنا تدخلوا على في تونس تلقاو كل المواضيع. إذا كنت تحبوا تشوفوا الحلقة كاملة تمشيوا للوطني ريبلاي وعليها هي تلقاو حلقة البرنامج الكل والحلقات زادة اللي تعديت معهم هما تنجموا تعودوا تتفرجوا في كل المواضيع اللي طرحناهم في البرنامج من انطلاق الموسم كيف هذه موجودة على كل برامج القناة.